اوكي. تاني حاجه هنتكلم عليها حاجه كده بسيطه عشان نفوق، الجول بلادر. تمام، الجول بلادر عباره عن ساك فيها فلويد سهله. يبقى لو عايز ابص على الجول بلادر انا عايز ابص على ايه؟ عايز ابص على الساك دي اللي جواها فلويد لازم يكون كلير، اللون بتاعها الوول لازم يكون مقاسه وز نورمال زي ما هنقول حالا. تمام، وما فيهاش فيلنج ديفكت سواء كان مارد ستون بتاع بولب اي حاجه. ادي المنظر بتاعي، لازم افردها عشان اسكان الجول بلادر. مش معنى ان انا شفت الجول بلادر ان مفيش فيها ستون. مره ثانيه، ستون قاعده عند النك، ستون قاعده على مثلا سبتم. اسكان دائما، شغل اسكان. لو انا هخلي العيان في كل الاورجنز الاخرى نايم سوباين، ممكن افحص العيان سوباين من غير ما احركه. لو سمحت الجول بلادر افحصه مره سوباين مره رايت انتل اوبليك، عشان الستون المستخبيه اللي بتتوه من احسن حد بيشتغل سونار سليم. لو سمحت نايم عيان اوبليك فالستون المستخبيه هتبان. اوكي، مره ثانيه انا ممكن افحص الليفر وعين سوباين، الاسبرين وعين سوباين، الكدني وعين سوباين، مش محتاج انام عيان على جنبه. لكن الجول بلادر لازم تنام عيان على جنبه عشان الستون المستخبيه اللي حضرتك مش عارف تجيبها تعرف تجيبها. اوكي، جول بلادر ممكن نصل في بعض الاحيان ان حضرتك تجيب الجزء بتاع النك والسيستك ضغط اللي داخله فيه الكومن هيباتيك عشان يبقى بعد كده اسمهم كومن بايل. ممكن تلاقي هذا الكلام، ممكن ما تلاقوش، ما تدورش عليه. لو طلع معاك خير، لو ما طلعش مش مشكله. ممكن الاقيها واخده فولد، عامله مش عارف سبتيشن، سنجل سبت، مالتيبل سبتي، ما تفرقش. تمام؟ لكن الاهم ان حضرتك سكان وتفردها لي علشان تتاكد ان مفيش حاجه مستخبيه على سبتم من دول. سبتم اثنين، ممكن اكتر من اثنين. يعني ادي واحد وادي واحد. تمام؟ ممكن تحت هنا في واحد ثاني. المالتيبل سبتي ده تمام؟ ممكن واحده من الستون تبقى قاعده جنبها. ما تلاقي السبتي ده بص عليها بتأني شويه كمان. دوك عامل كده. تمام؟ انما السبتي دي حاجه وده حاجه. عايز ابص على ايه؟ عايز ابص على النورمال بتاعي اللي هو اتفقنا سين وول ما يعديش 3 ملم زي ما هنتكلم حالا. هنتكلم على السايز كونتنت وشكلها ايه. السايز مكتوب في التيك 6 ل 12 والشورت اكسس 3 ل 5، ما حدش بيقيس الجول بلادر الا اذا حضرتك حسيت انها كبيره اكبر من اللازم اللي هي اصبحت ميكوسيل. تمام؟ في هذه الحاله بقيس، لو عدت ال 12 اكتب انها ميكوسيل. مقاس من حاجه بس عشان كده، مش عايز اكتر من كده. ممكن السند وهي كتير وكل حاجه؟ ممكن. ممكن. عند كام بقى؟ معديه ل 12 اصبحت ميكوسيل. اوكي؟ مرة تانية اللينس أطول مقاس، الويتس العمودي عليه ده محدش، مرة تانية ليس جزء من الروتين بتاع الإكزام ما لم تجد إن هو أكبر من اللازم. الحاجة التانية في السايز، في ما يسمى البوست برانديال تيست أو البوست فاتي ميل. ما بيتعملش، نادر جدا، بس لو جالك في ريكويست تبقى حضرتك عارف بتعمل إيه. العيانين اللي عندهم ما يسمى ديسكاينيزيا، الجول بلادر ما بتفضيش، بياكل ما بيفضيش الجول بلادر لسبب من الاسباب مش تبعنا ايه السبب، لكن الجول بلادر ما بتفضيش. طب عايزين نعمل هذا الكلام، كانوا زمان بيعملوها بكونتراست وكان حاجه ليسل جدا، يعني بيعمل رياكشن في كل العيانين. وجدنا ان احنا بالسونار ممكن نشوف العيان مره وهو صايم ومره بعد الاكل. تمام؟ يبقى مره تانية ابدا ابص العيان صايم، وفي هذه الحاله لازم يكون صايم صيام رمضان. والعيان فاهم كده، لإن مرة تانية العيان فاهم صيام يعني ما اشربش كوباية شاي بلبن، إيه المشكلة يعني؟ هو ده هو ده صايم. تمام؟ وش علبة الزبادي، ده كومن جدا على فكرة، قصة وش علبة الزبادي بتاعت البيبي. أنا ما فيش حاجة وش علبة الزبادي. خلاص؟ ده سندوتش جبنة قد كده. السايز خد بالك، أنا البري أهم عندي. ولو أخذ أي حاجة تقول بدل فضت شوية صغرت، يبقى النسبة بتاعتي ما بقتش 20. أصبح لخبطة الدنيا. يبقى العيان بيبقى صايم صيام رمضان، عايز يشرب يشرب مية بس. بما ان العيان مفهومه للميه هو البيبسي هو الشاي هو وعايز تسميها صيام رمضان عشان العيان لا ياكل ولا يشرب. خلاص؟ ثم بعد ما تعمل له الفحص وتقيس الفوليوم، طبعا الفوليوم هو اللينس والويتس والدبس، بعد تجيب صورتين واقيس الثلاث ابعاد واقسمهم على اثنين.
الجهاز بيطلعها لي لوحده، له فوليوم هو يطلعها. عندي الفوليوم البريف، ثم اخلي العيان ياكل اكله فيها فات عشان تكونتراكت. بيض، شوكولاته، لبن، تمام؟ كان زمان بشكوت الشمعدان كان بيعمل نتائج رائعه في ان هو يفضي. ليش معنى الشمعدان؟ ما اعرفش. حاجه عندنا كده حاجه اسمها الشمعدان، ليه؟ ما اعرفش، غالبا في حاطين فيه فات ما، ما اعرفش. خلاص؟ لكن مره ثانيه العيان بياكل ويجي لك بعد ساعه تليق اكزام مره ثانيه. العيان ياكل حاجه فيها فات. ما ينزلش العيان يروح واخد كوبايه شاي وفاتت فيها بسكوته ميري، طبعا حضرتك عارفين بسكوته الميري. حته بتاع تخبطه في الحته يرجع. ما فيهوش اي دهون اطلاقا. خلاص؟ فالعيان هيجي لك زي ما هو. سليم؟ يبقى عشان تعمله صح عليك بتقيس مره تاكد انه صايم صح، ومره ثانيه تاكد انه اكل صح، وتري اكزامن وتشوف الفوليوم بتاعك صغر. لو اللي قبل كان 100 اللي بعد لازم يكون اقل من 20. الباقي 20% من الاصل. تمام؟ يبقى مره ثانيه لو لقيته 40 يبقى ده ديسكاينيزيا. لقيته 5 حلو قوي، 6 حلو، 10، 15، 20 من النورمال، من البري، ذيس از نورمال. اوكي؟ التايم بعد الاكل قد ايه؟ في حدود الساعه. وول سيكنس معروف انه 3 مليمتر، بس كمل الجمله في عيان صايم من 6 ل 8 ساعات. كل الهولو اورجنز، باول، بلادر، يوريني بلادر، جول بلادر، اي هولو اورجن بمجرد ما حضرتك تفضيه الول يتخن. فيجي لك عيان برضه مره ثانيه واكل وش علبه الزبادي، فتلاقي ان الجول بلادر الول سكند. انا ماليه مقاسات. فلاقي العيان بقى 4 مللي، فاكتب ان هو كرونيك بتاع كرونيك نان كالكولر كوليسيستايتس، وبعدين ياخد تريتمنت وياخد مش عارف ايه، لمجرد فقط ان حضرتك ما تاكدتش من هذه المعلومه. واسال العيان ويعني قرره. هتلاقي ان هو واكل. مفيش حاجه، في الاخر ياخد حته فطيره قد كده كده. كومن جدا. خلاص؟ بقيسه في الانتيريور وول مش البوستيريور وول. اشمعنى؟ علشان الناحيه الثانيه فيها بول. الناحيه دي انا ما اعرفش، مش شايف لها ديتيلز. ولو قست هقيس الوول بتاع البول مع الوول بتاع الجول بلادر. لكن الناحيه دي انا بقيس الاثنين الوحيد هنا الابيض بس. اما الاقي هنا الوول ده كبير ولا قليل؟ شكله حلو. شكله حلو قوي، لكن للاسف هو 4 مللي. قلنا لحضراتكم لو سمحتوا ما تعتمدش على عينك والا هتقع في مطبات كتيره جدا. المقاس تحت مكتوب انه 4. كبير. يبقى ده سكند. خلاص؟ يبقى ده نان كالكولر او كرونيك نان كالكولر كوليسيستايتس. وجود كلر في نفس العيان ده نفس العيان اللي فات. ده بيقول ان هو اكتف، ده اكيوت نان كالكولر. تمام؟ اكيوت نان كالكولر. مهم؟ اه. ليه؟ طب حضرتك هتفسر لي بايه ان الجول الوول سكند؟ في عيان صايم صيام رمضان فعلا صايم صايم. هتفسرها بايه؟ ده مكان تشخيص ان هو كرونيك نان كالكولر كوليسيستايتس. مالهاش تخصص تاني. تمام؟ ما يقصدش بيها الاكتف، احنا بنتكلم على الاكتف كوليسيستايتس. بقت اكتف بقى اسمها اكيوت اللي حضرتك بتتكلم عليها. اللي هي فيها كلر. اللي فيها هيلو ساين شويه فلويد موجود في الجول بلادر بيلت. اصبحت ما بقتش كرونيك، بقت اكيوت. ده اللي هو العيان جاي بيقول اي. لا ده لا لا لازم يجي فاستنج. لو جالي عيان بالمنظر ده والتشخيص بتاعه هكتب هيفرق في التشخيص، بجيبه مره ثانيه اقول له صوم صيام رمضان وتعالى لي. وفي الحاله دي او تكتبه في التقرير نون فاستنج، بيشن از نوت فاستنج. لو العيان مش هينفع يجي لك ثاني عشان ما تتوهيش العيان. تمام؟ لكن الصح ان هتجيب العيان صايم صيام رمضان ثاني يوم وتبص عليه. تمام؟ والا هتدخليه مره ثانيه في دياجنوزس غلط تماما. مش عندي حاجه اسمها وول ايه. وول سيكنينج. والفلويد اللي بره هو سببه الانفلاميشن او الاسايتس. حلو اللي هو يعمل لك وول دي ما تسال عليها تاني. تمام ده مش انفلاميشن ده سيكند اللي هو مره ثانيه هنقول خد بالك لو العيان عنده اسايتس اوعى تقول الوول سيكنينج اللي احنا بنتكلم عليه لان العيان كله وارم باول وارم وجسمه وارم رجليه وارمه الجول بدر وارم. تمام؟ اكتب لي انها سكند لايكلي ديو تو هايبو البومينيميا. اوكي؟ لا اكيوت از اكيوت.
في بري جول بلادر إديما، سكند وول، لو شايف باسكولاريتي اكتب باسكولاريتي، تمام؟ كل ده موجود. المهم في الموضوع ان حضرتك مره ثانيه تنسى ما يسمى الميرفي ساين. الميرفي ساين لو لقيتها مع اللي انت شايفه ده جود، لكن كل العيانين اللي هيجوا لك هتحط البروف هيقول لك ايوه. كل الناس عندهم كرونيك ديستنشن وكرونيك بين ومش عارف ايه، فهو مره ثانيه لما تلاقيه هيؤكد، لكن لو لوحده ما تاخدوش كانه ساين وتركب عليه العيان. البين اللي هو الميرفي ساين مكان الجول بلادر اي، الحمد لله انا عندي جول بتاعي، اكتب بقلب جامد ما يحصلش. اوكي؟ لان مره ثانيه انا معتمد على مقاسات ومكان وحاجات اللي انا معتمد عليها عشان اقول اه ولا لا. كله بيقول اي عادي جدا، مفيش مشاكل. ايه راينا؟ الول ما اعرفوش سكند لا ولا هقيس، لان ده من هايبو البنيومي، تمام؟ زي ما عين كله وارم، لكن مشكلتي مش في ده، مشكلتي ان جواه مض. مره ثانيه ده معناه ان العيان الكونتراكشن بتاعه الجول بلادر قليله شويتين، فبيديني المنظر ده، بيبدا الكونتنت تبقى ايه؟ سكند الى حد ما. ايه راينا؟ سيك وول دايجنوزس كرونيك كالكيولس، سيك وول مالتيبل ستونز، تمام؟ مره ثانيه ما تنسوش القصه بتاعه الكروس بيم او السونو سي تي اللي كان عليها المره اللي فاتت، اللي هو البيمز اللي بتنزل عامله من جنب للجنب، لان ما زال هناك بوستير الشد. ممكن لا، لان في بوستير الشد، ولكن بقى فنت جدا لان حضرتك مضيعه بمزاجك، الغيه وبص عليه هتشوفها دلوقتي، خدها كل اللي انت عايزه، كل امانيك هتلاقيها. ايه رايك؟ ستون ومد، ستون ومد وسيك وول، حلو قوي. طب على البوزيشن بتاعها بمعنى لو ما اتحركش معاك في فلويد حوالين الباور، تمام؟ لو ما اتحركش حلو قوي قوي، بيري جول برادر فلويد ده اكيوت، تمام؟ لو حضرتك بصيت معلش هنا في فلويد دلوقتي هيجي عليه دلوقتي البتاع، تمام؟ فمره ثانيه في فلويد، في سيك وول، في ستون، في مض، في بين، ممكن تبقى امباكتد. يبقى حضرتك العيان ده بنيمه على جنبه ولا الستون مش موجوده ما اتحركش، اكتب انها فيكس، الحاله دي هكتب انها فيكس. اوكي؟ اللي ممكن تكون دي هي سبب القصه دي كلها. ايه راينا؟ مض وستون، مض وستون وايه؟ حلو قوي. وسيك وول برضه. مض كل اللي موجود ده؟ كل ده ايه؟ ما هو ده مش ستون. دول الستونز الابيضات، دول ستونز. امال اللي جوه ده ايه؟ زي التراب كده. المض منه نوعين، مض بيعمل فلويد فلويد ليفل، تلاقيه مجمع زي الصوره اللي قبلها اللي هي دي عامله ليفل، سوري عامله ليفل، بص كده تلاقي في الصوره دلوقتي هتبان معاك حالا اهو ليفل، تمام؟ ممكن تلاقيه حتى عامله زي جلاتين، لان هو العيان مش ما بيفضيش الكونتنت، تمام؟ يبدا الكونتنت تابزورب الفلويد اللي فيها، يبدا البايل اللي جوه يبقى سك، فيديكي حاجه من المنظر ده كتله. اوكي؟ كونتنت ممكن طبعا الاقي كذا حاجه، الاقي مض، الاقي ستون، الاقي بولب او حاجات تانية. ستون حاجه بيضه لها بوستير شد، تمام؟ ايه راينا؟ ستونز التشخيص كالكولر جول بلادر، ده الحاجة اللي انت بتسال عليه غالبا، يعني ده كالكولر جول بلادر، ده نورمال وول، تمام؟ ستونز 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 ستونز، تمام؟ هو في ستون البوستير شاد بتاعها ابيض، ديودينم المقلب الكبير بتاعنا، المطب بتاعنا في الجول بلادر، كل المطلوب من حضرتك لف البروب على الحته دي، دور البروب مش اكتر من كده، هتبص تلاقيه اتفرد بقى شكله ايه؟ حته بول، والجول بلادر بانت شايفين اللي في الجنب، تمام؟ المطب الاكبر بتاعنا هو ده، كتير جدا جدا عيان كالكولر جول بلادر ومش عارف ايه، يجي لك المره الثانيه ايه نورمال، يا عم فين يا عم ده ولا ستون حتى، حد وقع في المطب. خد بالك دي سهله، يعني دي سهله عشان بيها شادو ابيض ومش عارف ايه، لا في حاجات ثانيه زيها زيها بالظبط. اوكي؟ يبقى حضرتك تاكد، عشان كده بنقول بص الاس وتي اس. ايه راينا؟ سيك وول ماشي، هنقول ماشي، اللي جوه
ليه مش بني؟ لا طب وليه ما لهاش بوستيريور شادو ولا لها بوستيريور شادو؟ عشان ما لهاش بوستيريور شادو. ما ايه اللي ورا ده؟ لها بوستيريور شادو؟ السونو سي تي اللي هو الحاجات الجديده كروس دي بيم حاجه بتخلي ساوند ينزل بزوايا مختلفه تمام يعني يخليك تقرا اللي ورا الاستون تمام هو شغلته كده سوفت وير الجديده اتفقنا اسمها سونو سي تي كروس دي بيم كومباوند ايمجنج على حسب الشركه منزلها شكلها ايه استون ولا لا ما لازم تلاقي تفسير ما انا ما فيش حاجه في السونار كده هعديها هو من هيتحرك والله هيتحرك ان شاء الله اهو ولا هزعلك اهي حركت بس ما فسرتليش التحتانيه دي ايه الحته التحتانيه بصير شاد بقى ايه كالسيفيكيشن دي ما لو كالسيفيكيشن ما بقتش كل سيرو لا من الباول بقى من الباول هيضرب فوق ما ينفعش برضه ها كل الول ما دي الحته اللي قاعد عليها يعني ده يعني استنصاب ده يعني ها هنرجع تاني للفيزيكس اي فلويد وراه بوستير انهانسمنت الحته اللي ورا الستون دي هي الحته اللي نورمال الجول بلادر اللي يمينها وشمالها هما اللي انهانسد بالفلويد اللي جوه الجول بلادر يمين وشمال ابيضوا الحته اللي ورا الجول بلادر الحته ورا الستونه هي اللي نورمال عشان كده عيال لما اترمى الناحيه الثانيه كل الكلام ده اختفى لازم تلاقي تفسير ما ينفعش حاجه تعديها كده يبقى ده كل سيرو ستون ما فيش فيه اي مشكله نعمل ايه يا فندم؟ نرجع يا فندم في اوبشنز جديده اوبشنز جديده في الاجهزه الجديده بدل ما حضرتك بتنزل الساوند بيم بيربنديكولر بينزل لي بيربنديكولر وساوند بيم يمين وشمال خلاص نجمع دول كلهم ممكن لغايه 8 يمين و8 شمال بزوايا نجمع دول كلهم ويديني صوره الهدف منها ان اضيع الشادو خلاص لو حضرتك مش عارف هذه المعلومه ممكن يعدي منك بوستير الشادو مش هتشوفه زي العيان اللي كان ده معلش انا ثانيه واحده اللي هو ده اللي فيه ستونز وحضرتك مش شايف فيها شادو مع ان في شادو موجود خفيف موجود. تمام بس حضرتك انا مضيعه بمزاجي تمام لو حضرتك مش واخد بالك من هذا الكلام حضرتك ايه خصوصا في الكدني ليش خدها كوليسترول كوليسترول عشان ما لهاش بوستير شادو عشان ما لهاش بوستير شادو عامله زي البوليب وحضرتك عاده الستون بشوف الاوتر بتاعها هرجع صوره كمان دورت او الصوره اللي بعدها حضرتك شايف نص الكريسنت بتاعها لكن مش شايف الدايره تكون حضرتك عايز تقرا الدايره كلها ده تشوف فات داع خلاص ايه راينا حلو قوي في عندنا شويه اسايتس وعندنا ستون بما ان هذا الكلام موجود مش هتكلم على الوول طبعا حضرتكوا كلكم وقعتوا في المطب بتاع المره اللي فاتت برضو تاني اللي العين عنده برايت كدني ومحدش خد باله منها لان حضرتك قاعدين بنتكلم عن المحاضره دلوقتي جول بلادر فكنا ركزنا على جول بلادر فكروا في الصوره كلها رايت حلو مض زي ما كنا بنتكلم من شويه ده حبه مض صغيرين هنختلف هو ده موجود ولا مش موجود ده باين شادو بتاع مش عارف ايه ولا حاجه خالص نايم على جنبه هيتحرك معاك رجعه هيرجع معاك بتشوفه قدامك بيتحرك اوقات مض اللي شفناه عامل ليفل مليانه مض فول اوف مض سيك مض تمام يبقى الاشكال المختلفه على حسب ما حضرتك شايف مض وستونه وفي بيلي جول بلادر فلويد ها كالسيفيكيشن بقى ستونز المض هو انسبسيتد او سيك سكريشن بتاع الايه الباي نفسه بوليم لما يتحول للمهلبيه لازم سمسميه ما تبقى سمسميه لا بورسلين جول بلادر ده بورسلين اسمها كده بورسلين جول بلادر الستون كاستنج الايه كل جول بلادر مش حوالين الوول ده حتى جوه عامل زي هو الوول لازق عليها هو الوول لازق عليها ده الحاجه اللي اتكلمنا عليها اسمها بورسلين جول بلادر كالسيفايد تماما يا دوبك الوول وتحتيها ستونه مفيش ولود مفيش اي حاجه ثانيه بورسلين جول بلادر ليه لا هو يعني
الكالسيفيكيشن مغطي كل جول بلادر ماليها خالص. امال ايه السلادج؟ هو المض استعبارات يعني. ملايه عايز تكتبه مض تكتبه، عايز سلادج سلادج يعني على حسب، مش فارقه. ممكن يبقى لازم يعني ما تحركش. لا لازم، ما ينفعش ما تحركش بقى ماس. ما تحركش بقى ماس. ماليش دعوه بالكلر، مش لازم الكلر يطلع في الماس، ممكن الماس ما تشوفش فيها كلر. سليم ما تحركش بقى ماس، مفيش حاجه اسمها مض لازم. ما ينفعش. اوكي؟ اي مض؟ لا. العيانين اللي عندهم اوبستراكتيف جوندس المض البلادر ما بتنزلش. الكونتنت هتعمل ايه؟ تفضل تسحب منها فلويد ابزورب بقى. الكونتنت تبقى سك. لغايه ما توصل الى مرحله انها هتبقى حته جيلاتين. تمام؟ ايه راينا؟ السهم مشاور. ممكن تبقى ستون ممكن تبقى بوليب. نغير مكان عيان. ليه؟ لان العلاقه بينها وبين السبتم اللي جنبها ثابته. المفترض ان دي لو حاجه بتتحرك كانت اتحركت. وفقط اللي عملناه لما غيرنا وضع العيان غيرنا شكل الصوره. الفيو بس. ايه راينا؟ ممكن تبقى مض. الفوقانيه دي؟ ممكن تبقى مض. مفيش مض في السقف من نفس المنطق. مفيش حاجه لازقه، ما ينفعش. تمام؟ يبقى اللازق في السقف بولب من غير ما تقلب من غير ما تعمل. ممكن يبقى سنجل، ممكن يبقى مالتيبل، المهم انه ويل ديفايند سيسايل اللي هو مدور كده. تمام؟ وما فيهوش لا كالسيفيكيشن ولا ريجولاريتي، لان حضرتك لو بقى في ريجولاريتي تصبح تفكر على طول في ماس. مالتيبل. يس. اللي فوق ساركوما، اللي تحت بوليب. لانه فيها اللي فوق ساركوما، ما ده احنا بنقول مره ثانيه ويل ديفايند سيسايد. ممكن يبقى لها بيديكل، ممكن بس مدوره. بمجرد ما بقتش مدوره دي ساركوما. وما عندكش حلول اخرى غير انه يشيلها. بغض النظر عن اي حاجه. تمام؟ التحتانيه ممكن نتخالف عليها، خد بالك في مثلث فوق وفي مثلث تحت. التحتانيه ما اتكلمش عليه، لان ممكن يكون مض. ده هنقلب العيان. الفوقانيه ما عنديش لها اوبشن اخر. دي از ماس. اتس ماس. اوكي؟ عظيم. الشكل هو اللي يفرق اساسا. مالتيبل سيسايل ايكوجينيك بوليبس اراوند ذا وول ذا جول بلادر. كل ستيرولوزس. ولا واحد فيهم لها بسيط الشبه. كلهم دول ديبوزيشن اوف فات في الوول. لكن لا يمنع ان حضراتكم كلكم فرحتوا بيهم ونسيتوا الاستون اللي موجوده تحت اللي عامله بالسيول الشبه. تاني توقع الخيانه في السونار، مش بقول لحضراتكم، هو اللعبه كلها كده. الجول بلادر اكتر حاجه فيها مشاكل. لا ادرومايلوسيس لا. ده البوزيشن الكوليسترول ده كوليسترول. تمام؟ مره ثانيه ستونز مع كوليسترولوس. ليه كلورستون يا دكتور؟ لا اللي تحتانيين. اللي في الوول لا، دول لا. لا 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 ده البوزيشن ده بتاع فات. لكن ده اللي فيها ستونز. لا مش بوليب، كوليسترولوز. هو يشبه البوليب، مالتيبل سوسايل فيلينج ديفيكت. ها؟ ممكن. حاجة مدورة. حاجة مدورة. خليها مش مدورة، نفردها لك. أنت تؤمر بس. فيها دبل وول. ليها دبل وول صح. ولها راس مجبوز. ولها ديل. تمام؟ اسكارس. خلاص؟ يعني أتوقع مرة ثانية ممكن تشوفها رير لكن ممكن تشاف. ما تلاقي كده حاجه مش مفهومه وبتاع، بس اوعى تفرح في كل حاجه فتقول لي على الهيماتوما نفس المنظر. دي لها دبل وول، الوصف اللي حضرتك وصفتوه هو صح. لها راس مدببه ولها بودي وتيل ودبل وول. الهيماتوما حته بتاع كده ليجن ماس. ايه راينا؟ روعه. توقع الخيانه في الجول بلادر. ده الديودينم اللي عمال يفتح ويقفل. مرة تانية الجول بلادر لو هخاف من حاجة وأنا بشتغل هخاف من الجول بلادر. مليانة مقالب. خلاص؟
ابيض هجيبها لك دلوقتي هنطلعها لك هنجيب لك جول بلادر تمام الكوليسترول ديبوزيشن اوف فات في الوول يدي هذا المنظر اوكي فوق الفات سبيرنج مين قال تمام في حته فوق الفات سبيرنج سليم هي دي اللي مش عنده اللي عنده ديودينم تمام اللي عنده ديودينم ادي جول بلادر تمام ومره ثانيه توقع الخيانه من الايه الصنوان خصوصا في جول بلادر كومن بايل داكت الكومن بايل داكت مقاسها اب 2 من 6 ل 8 ملم ما عدا مقاسات كده صادمه 6 ل 8 ملم ما عدا الناس الفيري اولد ايج 80 سنه فما فوق او الناس بوست كوليسيستكتومي مسموح لحضرتك ب 2 ملي زياده يعني ممكن تلاقي كومن بايل داكت 10 ملي وحضرتك تكتب عليها نورمال تمام بشرط انها ما يكونش فيه دايلاتيشن في الانتر هيباتيك اوكي مكانها فين فوق البورتال فين مباشره على طول جيب البورتال فين هتلاقيها فوقها اهي سليم اوكي يبقى ده كل ده طبعا ده مكان تجميع السيستك مع الكومن هيباتيك عشان يدوني الكومن بايل تكس بيقول 6 ل 8 6 ل 8 لا يزيد في الاولد ايج وبص كل سيستم ده الاكسبشن الوحيد تبقى من 8 ل 10 ايه راينا؟ دايليتد لو مقاسها طلع كبير هو شكلها دايليتد طبعا قد البورتال فين فشكلها دايليتد في ستون فين نرجع ستون اوكي هذا المنظر الاشعاعي مش لازم تشوفه كتير انك تشوف الكومن بايل داكت كلها لغايه ما تجيب الاند بتاعتها ممكن ممكن لا تمام في ستون قافله امباكتد في الاخر دايليتد هتلاقي الانترفيتك دايليتيشن ده البيكشر كلها بتاعتك اوكي يبقى ده تاني حاجه فيكو حلوه لسه الجيمة